قال الخضر: ما بال أهل هذه القرية؟ يدخلون بيوتهم ويغلق الأبواب كما لو أنهم رأوا شرا. ابتعد عن الجدار يا أخي. لا تخف، فعندي إحساس بأن هذا الجدار الذي بناه أبونا لن يسقط أبدا. دعك من هذا اللغو ولنسرع إلى صاحب الحقل الذي نرعى أغنامه. ليتها كانت أغنامنا بدلا من العمل أجراء عند أهل هذه القرية. نحمد الله أننا نجد عملا يكفينا عن السؤال. معك حق، وخصوصا في هذه القرية التي لا يعطي أهلها أي شيء. لماذا تأخرتما؟ لقد جئنا في الموعد المعتاد، لم نتأخر. نعم، هذا هو موعدنا، لم نتأخر. سأنقص من أجركما جراء هذا التأخير. هيا اذهبا واحترسا أن يأكل الذئب أحد أغنامي. ما بال هذا الجدار الذي يخشى أهل القرية الاقتراب منه؟ إنه يخص غلامين يتيمين ولا فائدة منه. أرى أن نزيله قبل أن يسقط على رأس أحدنا. وما لنا نحن وهذا الجدار؟ إن القوم يخشون الاقتراب منه أو السير بجواره. أنا أستطيع أن أزيله بفأسي وأتحمل المخاطر، ولكن من سيعطيني أجر هذا العمل؟ أنا ما عندي شيء لأعطيه لك. وأنا كذلك ما عندي شيء. إذن فلتكف عن الحديث عن هذا الجدار، فأنا لن أبذل جهدا دون مقابل. قال الخضر: لقد نفد ما معنا من الطعام والماء، فلنسأل أهل هذه القرية أن يعطونا مما لديهم. من الذي يطرق علينا الباب في هذه الساعة؟ لم نتعود أن يطرق أحد بابنا. أخفي هذا الطعام بعيدا. قال الخضر: إننا عابر سبيل وقد نفد ما معنا من الطعام والماء. ومن قال لكما إن عندنا طعاما أو ماء؟ هيا اذهبا، هيا. قال الخضر: فلنذهب إلى بيت آخر علنا نحصل حتى على شربة ماء في هذه القرية الخالية من أي بئر. لماذا يعاملنا أهل هذه القرية بهذه القسوة والجفاء؟ إنهم يريدون إزالة الجدار الذي بناه أبونا حول البيت. ما رأيك أن نزيله نحن؟ فربما يحسنون معاملتنا. لن أزيل شيئا بناه أبي، ثم إنه يحتاج إلى قوة لا نملكها. أسأل نفسي كثيرا، لماذا بنى أبي هذا الجدار؟ وأنا أيضا أسأل نفسي. من بالباب؟ قال الخضر: عابر سبيل.
ليس لدينا ما نعطيه لك. اذهب اذهب. يوشع يا ولدي، أين كنت؟ قال يوشع: ذهبت أستطلع أمر نبي الله موسى، علني أراه. إنك تذهب كل يوم وتعود في مثل هذا الوقت وتردد نفس الشيء: ذهبت أستطلع أمر موسى. قال يوشع: إنني في شوق لرؤيته كي يحكي للقوم عما فعله مع العبد الصالح. هذا ما كان ينقصنا، العبد الصالح. أما يكفينا موسى وأفعاله؟ قال يوشع: هداك الله يا أمي، إنه موسى نبي مبارك، ولا نجاة لبني إسرائيل إلا باتباعهم إياه. لا فائدة، لقد أتلف موسى رأسك. إن تصرفات العبد الصالح التي بدت لموسى بلا معنى هي التي أثارت حفيظة ودهشة موسى حين رأى تصرفات الخضر وأعماله التي ترقى إلى مرتبة الجرائم والكوارث. إن هذا العبد الصالح هو الذي آتاه الله من علمه، وكما قال الخضر لموسى عليهما السلام: إني يا موسى على علم من الله، علمنيه الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم من الله، علمكه الله لا أعلمه أنا.